هذا سائل يقول: نذرت أن أصلي المغرب في الحرم، ولكن بسبب الزحام لم أصل في الحرم إلا وصلاة العشاء إلا في صلاة العشاء، فهل علي شيء وهل علي كفارة؟ إن كان نظرت صلاة المغرب مغرب معينة وفاتت عليك، فات عليك صلاتها، فإنك تكفر كفارة يمين، لأن النذر إذا فات يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما قال الله جل وعلا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم يا شيخ، أنا خرجت نعم اقرأ.